صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده ان شاء الله معانا قانون الجذب العام. بيقول ان اي جسمين في الكون بينهم قوة تجاذب. قوة التجاذب دي تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتل الاجسام. فلو كانوا جسمين تتناسب طرديا مع ضرب الكتلتين. ركز في اللي جاية. تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين المركزين. تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين المركزين. ثانية واحدة. المقلب الأول. مسمي المسافة بين المركزين ايه هو؟ اللي انت مفكرها نص القطر. لا. ار هنا مربع ار هنا المسافة بين مركزي الجسمين. صل على سيدنا النبي. بص حسام هيقول لك ايه. قوة التجاذب بين جسمين. اعلى. قوة التجاذب بين جسمين. مش سامع رجالتي اتعب معايا. قوة التجاذب بين جسمين. اعلى. قوة التجاذب بين جسمين. تتناسب طرديا مع ضرب الكتلتين. ها تتناسب طرديا مع ضرب الكتلتين. تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين المركزين. ها تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين المركزين. تاني. قوة التجاذب بين جسمين. اعلى. قوة التجاذب بين جسمين. الله. تتناسب طرديا مع ضرب الكتلتين. اسمع. تتناسب طرديا مع ضرب الكتلتين. تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين المركزين. ها تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين المركزين. بنشيل علامة التناسب ونحط علامة يساوي. بنحط مقدار ثابت اسمه ثابت الجذب العام. فإف تساوي شي. إم كابيتال إم سمول على أر تربيع. أسمع. إف تساوي جي. أعلى. إف تساوي جي. ولادي. إف تساوي جي. ما سمعتش. إف تساوي جي. إم كابيتال إم سمول على أر تربيع. تاني. إم كابيتال إم سمول على أر تربيع. عايز أذاكر دي عشان حصتنا بقى تبدأ الحل. قوة التجاذب بين جسمين. يلا. قوة التجاذب بين جسمين. تتناسب طرديا مع ضرب الكتلتين. الله. تتناسب طرديا مع ضرب الكتلتين. تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين المركزين. ها تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين المركزين. يلا. اف تساوي جي. اعلى. اف تساوي جي. ام كابيتال ام سمول على ار تربيع. تاني. ام كابيتال ام سمول على ار تربيع. اللي انا قلته ده هنفضل محتاجينه طول المحاضره. استعين بالله وافتح صفحه 83 رقم 1. مستر كريم السؤال بص كده معايا بيقول ايه. تعالى مستر هنا. سم الله وقول. ها. كرتان كتلتيهما 8 كيلو جرام و20 كيلو جرام. ثانية واحدة. واحدة كتلتها 8 كيلو جرام والتانية كتلتها كام؟ يبقى ادي ام كابيتال ودي ام سمول. بص بقى اللي جاية دي. ها. والبعد بين مركزين. الله. قال والايه والايه؟ والبعد. هو انا تتناسب عكسيا مع البعد ولا مربع المسافة؟ مربع. اكتب لي فوقيها ار تربيع بيساوي 4 من 100. ار تربيع بيساوي 4 من 100.
يبقى انا هعوض في القانون يا عيني على اللي هيقوله مع ابو حسام. علي صوتك. اف تساوي جي اعلى. اف تساوي جي. الله. ام كابيتال ام سمول. اللي هيعوض في القانون ده تعويض مباشر. الاجابة هتبقى 4000 جي. الاجابة هتبقى 4000 جي. صفحة 97. السؤال رقم 2. اكتب لي عليه مهم جدا. كيمو. اذا كانت المسافة بين مركزي كرتين متماثلتين. الله. يعني الكرة الاولانية مثل الكرة الثانية. الله الله الله. يعني معنى كده ان ام كابيتال علاقتها بام سمول الاولى زي التانية. يا عيني على اللي فاهم. سمعني القانون يا ابني. اف تساوي ها ام كابيتال ام سمول. اقف. طب ما دي ام اس كام ودي ام اس كام؟ لما يتضربوا في بعض تبقى ام اس كام؟ ما هو الاثنين زي بعض. فتبقى ام اس واحد في ام اس واحد يبقى هنا ام اس اتنين على ار تربيع. اما الراجل بيقول لك انا عايز كتلة اي منهما. يا حبيبي يا رسول الله الكتلة ايه؟ كتلة ايه؟ ليه؟ ما هو الكتلتين متساويتين. حسام علمني حركة اللي يطلبه اخبيه. يا عيني على اللي هيقولها. والباقي الف بي. فادي الاف هضربها في الار تربيع. حد يقول لي هقسمها على بقيتوا ابطال في الحركه. يبقى اولاد حسام الجمال ام اس 2 هتساوي اللي يقول معايا الافايه الحلوه في الار تربيع الجميله مقسومه على الجي. بس انا كده جبت ام ولا ام تربيع؟ ولا تخوفك حط الجزر القمر. صلي على حبيبك النبي. الاف قلب بواحد. الار بواحد ويتربع برضه بواحد. جي احفظها من ابوك حسام. تقول في الفيزياء احلى كلام. ستة علامة ستة سبعة في عشرة أس سالب 11. أعلى معايا. ستة علامة ستة سبعة في عشرة أس سالب 11. لا مش سامع صوت رجالتي البنات الصبح دغدغوا الدنيا. ستة علامة ستة علامة ستة علامة ستة سبعة في عشرة أس سالب 11. أعلى معايا. ستة علامة ستة سبعة في عشرة أس سالب 11. وده هيوفر معايا سرعة الحل. هتبقى إجابة السؤال ده بيه. عايزك بس تكتب لي القانون ده عند السؤال. جذر اف في ار تربيع على جي. يا رب سترك وعفك ورضاك. السؤال اللي بعده رقم كام مستر كريم؟ رقم 4. رقم 4. اسمع بقى الجمال. قول يا كيمو. كرتان متماثلتان. الله. اهو ايه 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 متماثل يعني ام كابيتال يا ولادي بتساوي. وطالما ام كابيتال بتساوي لما يضربوا في بعض ام اس واحد في ام اس واحد يبقى ام اس كام؟ حبيبي يا رسول الله. قول. ونص قطر كل منهما لا 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 لا. يعني دي نص قطرها ايه ودي نص قطرها ايه؟ يا حبيبي يا رسول الله من المركز الحلو ده للمركز القمر ده حد يقول لي دي كلها يبقى اسمها اتنين ار. يبقى المسافة بين المركزين اسمها اتنين ار. طب انا عايز اسمع الاف. يا عيني على اللي هيقول ما هو حسام. اف تساوي ما سمعتش. اف تساوي جي. ام كابيتال ام سمول. طب ما هو الام اس واحد في ام اس ها يبقى ام اس كام؟ حد يقول لي هو انا بتناسب عكسيا مع مربع المسافه بين المركزي. مربع المسافه بين الايه؟ المركزين. طب دي اسمها ايه ودي اسمها ايه؟ المسافه كلها اسمها بس اتنين ار الكل. يا حبيبي يا رسول الله
يبقى إفة هتساوي يا عيني على ابن حسام البطل، أدي الشيه الحلوة وأدي إم تربيع الجميلة، ربع الاتنين تبقى ربع الأر تبقى أر تربيع، الله. فتبقى العلاقة الحلوة إف تساوي جي إم تربيع على أربعة أر تربيع، الإجابة هتبقى ب. ارجع معايا صفحة 83 رقم 2، صلي على سيدنا النبي. حسام علمك قبل ما يحل اي سؤال بياني لازم اكتب، لا بحبك انا، بحبك انا، انا بحبك، اكتب الاول القانون، ما فيش سؤال من غير قانون. ادي اف وادي ام واحد وام اتنين، يبقى ادي الافايه القمر، اف تساوي الحافظ تعبان، اللي بيحفظ بيتعب، لكن الفاهم هو التاني مسميها ام كابيتال ام، وجا هنا سماها ام واحد وام ايه، هما كتلتين ام واحد ام اتنين على ار تربيع. الله اللي يقول معايا بصوت عالي يا رب يجيب مجموع عالي، دي على محور الصادات وده على محور ال. اللي فهم يقول لي اذا اللي اتفضل ده مين هو الميل، يبقى الميل يا اولاد حسام يا جمال، حد يقول لي هتساوي ها ادي جي جميل على الار تربيع القمر. طب انا عايز اجيب مقدار الميل، حته من الصادات على حته من السينات، اللي يقولها بصوت عالي يا رب يجيب مجموع عالي، كام الرقم ده؟ واحد. شربت المقلب، لان ده واحد في كل الارقام اللي هنا مضروبه في كام. يبقى الصادات يا اولادي يا ابطال، واحد في 10 اس سالب 9، الرقم اللي قصادها تحت كام؟ زي الفل. ادي المية الجميله، صلينا على النبي. عايز اجيب الار تربيع، يبقى هناخد المية نضربها في شي نقسمها على الكلام الحلو، يبقى ار اس 2 يا عيني على اللي هيقول معايا الرقم ده كام؟ 100. هبقى فرحان باللي يرد عليا، مضروبه في ايه؟ سمع جي ها 6 علامه 6 7 في 10 اس سالب 11، ادي جي الحلوه مقسومة على حد يرد عليها، واحد فيها 10 أس سالب 9. اللي أنا جبتها دلوقتي أر ولا أر تربيع؟ أحط الجذر الجميل وأشيلها. الإجابة كيمو؟ ب. الإجابة ب. وبكده بتوفيق المولى عز وجل خلصنا الجزء الأول. الجزء الثاني أفكار رياضية. أنا عايز أسمع الأغنية الحسامية الخليلية، قوة التجاذب بين جسمي ها تتناسب طرديا مع ضرب الإيه؟ ثانية واحدة، مع ضرب الإيه؟ طب حد يرد علي، اللي يحصل هنا يحصل زيه هنا؟ اللي يحصل ها يحصل؟ تعال نلعب. قال لك اذا زادت احدى الكتلتين الضعف، خدامك ادي الافايه تتناسب مع ام كابيتال ام سمول، قال لي واحده منهم زادت للضعف، ضربت هنا في كام يا حبيبي يا رسول الله؟ هيحصل ان هنا ها زادت للضعف. طب لو قال لي زادت، بس اسمع اسمع، كل من الكتلتين للضعف، ضربت هنا في كام وضربت هنا في كام؟ اتنين في اتنين أربعة. بدل ما هي اسمها اف بقى اسمها أربعة. يبقى في فرق بين احدى الكتلتين وكل من الكتلتين. لا اصحى اصحى. طب لو قال لي زادت ب، فاكرين الفيديو بتاع الفلوس؟ هو قال لي زادت بمقدار ال، يبقى لازم ازود، يعني بدل ما هقول له هنا اتنين هتبقى ها، يعني بص دي ادي الافايه الحلوه،
وادي ام كابيتال وادي ام سمول وراح قايل لي زادت احدى الكتلتين بمق 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 بمقدار الضعف. هكتب هنا كام؟ طب لو قال لي التانية كمان مقدار الضعف هنا كام؟ 3 في 3. بس على التخفيله صليت على النبي. اسئله لفظيه. قوة التجاذب تظهر. معنى ان القوة تظهر ليه؟ قوة صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. يبقى معنى كده ان الكتل يا راجل يا راجل يا راجل العلاقة علاقة ايه؟ معنى ان هي تظهر ليه صغيرة ولا كبيرة؟ يبقى الكتل صغيرة ولا كبيرة؟ قال لك تظهر بوضوح بين الاجرام السماوية. الارض بتدور حوالين الايه؟ عشان في منهم قوة ايه؟ بين اصل الكتل بتاعت الكواكب كبيرة جدا يبقى القوة كبيرة جدا. اصل العلاقة علاقة طردية. طب لا تظهر بين الاشخاص العادية. هل حضرتك وانت قايم لقيت زميلك ماشي وراك يا ابني يقولك اصل في تجاذب؟ ها؟ طب ليه لا تظهر؟ قوة كبيرة ولا صغيرة؟ يبقى الكتل كبيرة ولا صغيرة؟ سمعتني الصباح النبي؟ طيب خدعة تانية. أنا عندي قوة التجاذب تتناسب طارديا مع ضرب الكتلتين. الله تتناسب مع مربع الماء. بس 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 عكسيا مع ايه؟ مع ايه؟ طب استناني. أنا عندي الإف تتناسب عكسيا مع ار تربيع. قال لي اذا زاد مربع اذا زاد مربع اذا زاد مربع 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 المسافه للضعف. بيتكلم على المقدار كله. زاد لي الايه؟ قولا واحدا القوه تقل لم. بص لي بقى. الله اكبر على اولاد حسام. الله اكبر على اولادي اللي مشرفيني في كل حته في مصر. لو جاء لي زادت المسافة الايه؟ اتكلم على المقدار كله ولا على الار بس؟ زادت المسافة للايه؟ طب الرقم ده لما هيتربع هيبقى هنا كام؟ هتقل لله حبيبي يا رسول الله. لان انا عكسي مع المسافة ولا مع المربع؟ مع المربع. هقول لك حتة جت في امتحان. بس سمعني الصلاة على النبي. بص عمل ايه؟ ادي الاف تتناسب. يا رب اللي يقولها معايا بصوت عالي يا رب يجيب مجموعين. قال لك اذا قلت قوة التجاذب بين جسمين للنص. معنى كده ان مربع المسافة زاد للايه؟ لكن المسافة يا راجل اتق الله. ده انا قايلها كذا مره هتبقى ها جذر اتنين. تخفيله عالميه. انا العلاقه العكسيه يا اولادي مع المربع ولا مع المسافه؟ العلاقه العكسيه مع المسافه ولا المربع؟ فلو اتكلم على المسافه لازم اجيب المربع عشان اعرف اللي حصل في القوه. صليت على النبي. همليكوا سؤال وهوقف الفيديو. عايز اتفرج على حلكم. استعينوا بالله. اذا زادت كتلة احد الجسمين للضعف. اذا زادت كتلة احد الجسمين للضعف. وزادت المسافة بينهما للضعف ايضا. فإن قوة التجاذب تصبح نقط قيمتها الأصلية ربنا مراقبك. استعين بالله وحل لوحدك. مين محترم يحل معايا على الصبوره؟
حل السؤال يحب تعالى النقص رد اعتبارك تعالى يا ابني بس سيب لي نفسك ترد عليا بس ما تجتهدش اللي اسالك فيه رد عشان اوصل لهم الاجابه اللي انا عايزها بالراحه بسم الله ارجع بقى ورا حافظ القانون على صوتك جيف ام واحد ام كابتن في المسبوك على ارتد واحده بقى ده كده العواجات ده اف بتساوي جي اف تساوي جي ام كابيتال في المسمول ام سمول ربنا ينور قلبك وعقلك انوس قال لك رد عليا قال زاد كلا من الكتلتين ولا احدى الكتلتين يعني اضرب هنا في اثنين وهنا في اثنين ولا كفايه مره واحده كفايه مره واحده هنا ولا هنا هو قال اي كتله اصيل صاحي طالما ضرب اضرب هنا اضرب هنا كده كده عمليه الضرب عمليه ابداع ليه يعني لو حطيت الاثنين هنا حطيت الاثنين هنا حطيت هنا ما يشغلكش المهم ان انا فوق ضربت في كام مستنيك في اللي جاي انا مين اللي زاد للضعف المسافه المسافة نفسها يعني ده كده ده لو ضربت هنا يبقى انا ضربت المربع لكن مين اللي زادت اللي هي هضرب هنا صح الاف بتعتمد على الار ولا التربيع يعني الرقم ده لما يتربع على موسى يجي لي بره بكام يا حبيبي يا رسول الله لما نقسم الحلوين دول على بعض الإجابة هتبقى بدل ما كان اسمها اف يبقى اسمها نص اف سقفة وسقفة جامدة سقفة جامدة هلعبك تاني لو قلت كل من الكتلتين هضرب هنا في كام وهنا في كام في 2 و2 هتبقى 4 يعني وهي هي 4 تصل لسات الله يفتح عليك اتفضل صلى على النبي مرحلة التالتة عندي حاجة اسمها شدة مجال الجاذبية رمزها جي وحدتها متر على ثانية تربيع او نيوتن على كيلو جرام عايز ابني المحترم يركز معايا في الحتة اللي قالها حسين قانونها جي بتساوي جي اعلى جي بتساوي جي ما سمعتش جي بتساوي جي ام كابيتال ار تربيع اعلى معايا ام كابيتال ار تربيع نقف بقى شويه حسام قال لك وحده قياسها متر على ثانيه ايه وتكافئ نيوتن على دي اول تخفيله ادي متر على ثانيه تربيع فحسام جه قال لك تنفع نيوتن على كيلو جرام طب ادي النيوتن اله يا رب اللي يقول معايا وادي الكيلو جرام عايز ابن المحترم البرنس ادي الكيلو جرام النيوتن ده عباره عن كتله في ايه فعجله فالنيوتن ده عباره عن كيلو جرام حد يسمعني ها في متر ها على الثانيه تربيع لما الكيلو جرام يروح مع ال يبقى الوحده ايه حد يقول لي اسال شد دي اسمها شده مجال الجاذبيه وتساوي عدديا عجله الجاذبيه وحده قياسها يا اما متر على ثانيه ها يا اما نيوتن على وكده كده الاثنين دول بيساوي بعض اقف بقى اقف مين ده ثابت الجذب الايه العام اللي هو ها 6 على 6 7 في 10 اس مين ديت هنا بقى دي التخفيله لو انت عايز تجيب شده مجال الجاذبيه على كوكب الارض فالام دي كتله الارض لو عايز تجيب شده مجال الجاذبيه على اي كوكب يبقى دي كتله الكوكب اللي في المساله في ناس ياما مفكرين الام دي كتله الارض بس دي كتله الكوكب
اللي هجيب عليه المقدار ده ارضي ولا ارض تربيع؟ بعد الجسم اللي انا بجذبه عن مركز الكوكب. لا استنى بقى، في كلام عالمي هيتقال هنا، يا رب ارزقنا الفهم. انا عايزك تصلي على النبي كده وتصحى لي. بص يا باشا، ده سطح الارض، السنتر اللي احنا فيه مركز الانصار موجود على كوكب الارض، يبعد عن مركز الارض نص قطر اسمه ار. فانا دلوقتي بقول لحضرتك عايز شدة مجال الجذب يجي ثابت الجذب العام. طالما بتكلم على الارض يبقى الام اللي هستخدمها هنا ام الارض، الارض تربيع اللي هناك، بعد المكان اللي انت بتتكلم فيه عن مركز الارض اللي هو نص قطر الارض، فهنا هقول له على ارض تربيع. بيجي في الامتحان ويلعب معاك على فاهم، يجيب لك ده سطح الارض ويقول لك في قمر صناعي بيدور حوالين الارض، هات لي شده مجال الجاذبيه، الارض بتشده بقد ايه؟ اللي فاهم هيقول لي ده نص قطر الايه، وده ارتفاع القمر الصناعي على سطح الارض اللي اسمه اتش. فانا لما اجي احسب شده مجال الجاذبيه هنا هقول له جي، ثابت الجذب العام ما فيهوش لعبه، كتله الارض. طالما الراجل في المساله قال لي الارض، هاخد ده بس ولا ده بس ولا هما الاثنين؟ بس خليك راجل صح، اعمل كده. الله يفتح على حضرتك، هقول له الارض الجميله زائد الاتش اللي زي القمر، بس اصحى الكل ها. وفي تخفيله كمان، دي المسافات هنا بيديها لك بالكيلو متر، وانا في القوانين لازم اشتغل بالمتر. الكيلو متر يا ولاد حسام لما يروح للمتر اضرب في كام؟ 10 اس 3. سمعنا الصلاه على النبي. لو حد بص، ام كتله الكوكب اللي في المساله، ار بعد الجسم عن الكوكب عن مركزه. لو على سطح الارض بشتغل بنص القطر بس، لو على ارتفاع بجمع نص القطر زائد الارتفاع. سمعتني الصلاه على النبي؟ هل فيها حاجه؟ افتح لي صفحه 97. السؤال رقم 5، وبالله عليك ركز معايا في خطة الحل. يلا كيمو، كوكب كتلته نكتب عليها ام كوكب وام كابيتال، ونصف قطره ار كابيتال. بس اداك نص قطره بالمتر ولا بالكيلومتر؟ في 10 اس 3. ها، فان شده مجال الجاذبيه، الله اكتب لي عليها جي. ها، عند نقطه تبعد 36000 اكتب لي عليها اتش في 10 اس 3. انا عايزك تسلي نفسك وصلي على حبيبك النبي. بص يا باشا، اول خطوه في المسائل دي احسب الار، او جاي بالار الجميل ده احسبه، هقول له الارض هيساوي الار الكبيره زائد الاتش. بالله عليك اصحى عشان حسام هيقول لك كلام الماس. وهم جاي قافل القوس، استنى اللي هيطلع على الآلة الحاسبة بالله. اهدى علي، الله يوسع عليك، الارم وكيلومتر لازم اكون محولها الارم ومتر، ف
فالرقم اللي يطلع على الآلة كون أنا ضربه في 10 بس موجب 3 لسه. هو القانون يا أولاد حسام في آر ولا آر تربيع؟ الرقم اللي على الآلة الحاسبة لازم أعمله عملية ها تربيع وأحصل على رقم جديد اللي هو آر تربيع. بعد ما تعمل الحركة ديت إلهي ربنا يرزقك الفهم، تقوم جاي رايح لي تقول لي جي بتساوي جي في حاجة؟ طب سمعني جي دي ها 6 علامة 6 7 في 10 أس سالب. قوم جاي قافل عليها بين قوسين. الام بتاعت الكوكب حد يبص لي عندي ولا مش عندي؟ بوحدة كيلو جرام. الكعبة كلها في الار. فانت جدعنتك قبل ما تروح للقانون كنت جايب الار وحاسبها وحطيت له تحت الار والسنين. صليت على سيدك النبي. فالسر ان قبل ما اروح للقانون اكون حاسب الار. اكتب لي خلي بالك من الوحدات وخلي بالك من التحويلات. الإجابة هتبقى به بس في 10 أس سالب 1. بدل سالب 2 هتبقى ايه؟ نيجي بقى لحتة واضع الامتحان بيعشقها بيجيبها كل سنة اللي هي أفكار النسبة. أنا عايزك كده تصلي على سيدنا النبي تقول لي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. يقول لي عايز جاذبية الأرض على كوكب أو النسبة من جاذبية كوكب على الأرض. كده كده يا ولادي ده مقدار إيه؟ العب مع حسين. العلاقة مع الام العلاقة علاقة ها طردية فهتبقى ام واحد. الله نفسي بقى اللي يقول اللي انا نفسي فيه يا رب اللي يقول اللي نفسه فيه. الله ار كام على ار كام؟ ايوة ار كام؟ ار اتنين تربيع. انت جميل. يبقى ار اتنين الكل ها تربيع على ار واحد الكل تربيع. انا عايز ولادي في كل حتة في مصر يتفرج على نظام حل السؤال. واحد استخراج المعطيات بنظام. بعد ما تستخرج المعطيات قوم جاي محضر مين على مين. ادي الكوكب وادي الارض اللي هيقوله استاذ كريم انا هحوله الفيزياء. قول يا فندم. صفحة 96 اتفضل. كوكب مالكوش دعوه بالمذكرة عينيكوا هنا ها. كوكب كتلته ضعف كتلة الأرض. تاني كيمو. كوكب كتلته ضعف كتلة الأرض. كمان مرة كيمو. كوكب كتلته ضعف كتلة الأرض. يبقى هنا اتنين وهنا واحد. الله أكبر الله أكبر. وقطره ضعف قطر الأرض. هنا اتنين. استنى أنا عايز التربيع. يبقى هنا أربعة وهنا انا عايز التربيع يبقى هنا واحد. عايز مين على مين يا كيمو؟ النسبة بين جاذبية الكوكب الى جاذبية الارض. عايز الكوكب على الكوكب ازرق الارض احمر. الهي يا رب اللي يقولها. بص احمر على ازرق كان احمر على ازرق. انا عايز كوكب على الارض كوكب على الارض يبقى ام مين على ام مين؟ لا قولها لي بالاسامي. ام بي ايه على ام ايه؟ ام كوكب. غششني غشش. ام كوكب بكام؟ ام ارض بكام؟ يا حبيبي يا رسول الله صل عليه. يا رب اللي يقولها بصوت عالي يجيب مجموع عالي. ار مين على ار مين؟ اللي هي ار ارض على ار. يعني عاش عاش عاش. واحد على كام؟ على الاربعة. فيزياء ولا رياضة؟ اضرب الكسور. اتنين في واحد. أربعة في واحد. لما نقسم دول على بعض اتنين على الأربعة فيها نص. واحدة كمان واحدة كمان. قول يا كيمو. إذا كانت كتلة الأرض تلت كتلة كوكب ما. علي صوتك يا كيمو وتأكد على التلت. إذا كانت كتلة الأرض تلت كتلة كوكب ما. بص الأرض تلت الأرض تلت. يبقى هنا واحد وهنا تلاتة. العب يا كيمو. وقطر الأرض
ربع قطر الكوكب. هنا واحد وهنا أربعة. طب ده يتربع يبقى 16، ده يتربع يبقى واحد. كيمو كيمو عايز بيه ايه؟ النسبة بين جاذبية الكوكب. استنى استنى، الكوكب ازرق الارض يا رب اللي يقول بصوت عالي يجيب مجموع عالي، يبقى ام مين على ام مين؟ يعني كام على كام؟ عاش عاش ابطال اسكندريه العالميه، 3-1. طب ار مين على ار مين؟ ار 2 على ايه؟ ار 2 تربيع يا غلاف. ار 2 تربيع بكام؟ ار 1 تربيع بكام؟ فيزياء ولا رياضه؟ البسط في البسط والمقام في المقام، تبقى 3-16. واحده كمان قول يا كيمو علامي. اذا كانت كتله الارض 3 أمثال كتلة الكوكب. يا رب اللي يقول لي هعمل ايه، ربنا يدبر له حياته على خير. هنا كتلة الارض تبقى الكوكب يبقى العب كيمو. وقطر الكوكب نص قطر الارض. كمان مرة كيمو. وقطر الكوكب نص قطر الارض. يلا بينا، هكتب هنا 1 وهكتب هنا 2، ربعها لي تبقى 4، انزل لي بيها تبقى 1. كيمو 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 النسبة كيمو 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 النسبة بين، علي صوتك يا كيمو. النسبة بين، يلا بينا كيمو. مش سامع كيمو. النسبة بين جاذبية الكوكب إلى الأرض. كوكو 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 على الأرض. العب يا كيمو. ام مين على ام مين؟ ام كوكو على ام أرض، يعني كم على كام؟ 1-3. ار مين على ار مين؟ ارض على الكوكب، يبقى هنا 4 وهنا 1، وتطلع الاجابه كام على كام؟ ويقول لك الفيزياء صعبه. نفتح صفحه كام يا استاذه؟ 82. سمعني الصلاه على الحبيب. يا رب اللي يتعب معايا كده ويقول بصوت عالي يجيب مجموع عالي. انا عايز اذاكر الصفحة دي، قلنا فيها قوة. انا عايز بقى تخلي اخواتك اللي في كل حتة في مصر يسمعوا معاك. ها، قوة التجاذب بين جسمين، ها، تتناسب طردية مع ضرب الكتلة، الله، تتناسب مع مربع المسافة المركزي. ابطال اف تساوي جي، ها، ام كابيتال ام سمول على ار تربيع. نقلب الصفحة. 83 حلينا كل اللي فيها. 84 يا اما القوة بتظهر تبقى الكتل كبيرة، يا اما لا تظهر تبقى الكتل. 85 حلينا السؤال وكانت الاجابة 4، رقم 4 هو اللي حليناه على الصبورة. 86 الله، إذا زاد مربع المسافة، القوة تقل للنص. أما لو زادت المسافة تقل للربع، لأن العلاقة مع المربع. سبعة وثمانين أمثلة محلولة. 88 أمثلة محلولة. 89 أخويا محمد هندسة حبيبي، هنكتب على الصفحة دي ارجع إلى فيديو شرح أساسيات الفيزياء. بالله عليك يا حمادة تنزل لهم حتة من الفيديو كده وأنا شغال في دلوقتي، عايز صورته تطلع لي هنا، هنا ولا هنا؟ أي حتة هنا، أهي هنا. وأنت شايفني دلوقتي هينزل لك لينك بتاع فيديو، ما انا بقول يا حبيبي اسمه شرح اساسيات الفيزياء. الفيديو اسمه ايه؟ اول 20 دقيقة فقط وانت بتذاكر صفحة 89، هتتفرج على اول 20 دقيقة بس. صليت على النبي. الفيديو ده بيعرفك انت العلاقة طردية وانت عكسية، وامتى تبقى خط مستقيم وامتى تبقى منحنى. طب نقلب الصفحة ونشوف الأهمية. صفحة 90 الاختيار دال، مين على الصادات؟ مين على السينات؟
صلحها خليها واحد على تي. بص لي بقى، بص على الرسمة، هل العربية بتقرب من العمارة ولا بتبعد عن العمارة؟ بمرور الوقت المسافة بتقل، القوة بتقل، المسافة بتزيد، القوة بتقل، يعني العلاقة علاقة عكسية. بص ابو حسام يقول لك ايه، العلاقة هنا هتكون عكسية على شكل منحنى. طب اشمعنى يا ابويا حسام؟ طب ما هي لو عكسية برضو تنفع خط مستقيم. اقول لك اكتب القانون يا رب اللي يقوله معايا حقق حلمه، اف تساوي ام كابيتال ام سمول. لما العلاقة تبقى عكسية والقانون ما فيش فيه زائد او بتكون عكسية على شكل منحنى. ولو شفت الفيديو وربنا بصرك هتفهم الفرق بين دي ودي، ودي خطيرة جدا. واللي شايفني دلوقتي هينزل لك اللينك بتاعه. صلينا على النبي. اذا الاجابة جيم، الاجابة هتبقى جيم. انا قلت دال دي فيها غلطة هنصلحها. 91 نكتب عليها حفظ. اتنين وتسعين هوقف الفيديو وربنا مراقبك، بناء على تركيزك في المحاضرة هتحل لوحدك. ها، النسبة بين ثابت الجذب، ثابت 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 تساوي. طب ثابت يبقى واحد لواحد، هو اسمه ثابت الفيزياء احساس. اكتب لي خلي بالك، ثابت الجذب العام هو ثابت كوني. بسم الله. لا تختلف قيمته من كوكب لاخر. صليت على سيدنا النبي. 93 يا عيني على اللي مركز، يا عيني على اللي مركز. هعمل لك تايمر على الشاشه 30 ثانيه تكون حال الاخر سؤال لوحدك. والفيزياء اللي بتفكر يا رب. ولكيمو ده ازاي تشدت مجال الجاذبية؟ ده يزيد بنقص 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 بنقص. يبقى عايز علاقة علاقة عكسية، يبقى نص القطر. نقلب الصفحة. في غلطة هنا في الرسمة معمولة ار وار، الصح تبقى ار واي واتش. اخر سؤال في الصفحة كيمو. ماذا يحدث عند انكماش كوكب الارض؟ تعالى لو فرضنا انه انكمش، نص قطره هي ايه؟ يبقى تزداد شدة مجال الجاذبية. يبقى نكتب جواها، يزداد شدة مجال الجاذبية على كوكب الارض. خمسة وتسعين امثلة محلولة. 96 بفضل المولى حليناها. 97 هعمل لك تايمر على الشاشة 20 ثانية، استعين بالله. بص يا باشا، انا تعمدت ما اقولهاش وانا بشرح عشان اعلمك لما يجي لك سؤال تفكر ازاي. هو سأل على ثابت الجذب ليه؟ اعلى معايا اف تساوي، ما سمعتش اف تساوي فين ولادي؟ اف تساوي ام كابيتال ام سمول على ما فيش سؤال يجي لك في الفيزياء غير لما تكتب القانون عنده، واجيب اللي هو بيتكلم عليه في طرف لوحده اللي هي جي. هتبقى اف في ار تربيع على ام كابيتال ام سمول، يبقى اف ف
في ار تربيع على ام كابيتال ام سمول. صليت على النبي. بص معايا اف اللي هي قوه بتتقاس بالنيوتن، مسافه ولا مربع مسافه؟ يبقى متر اس 2. كيلو جرام في كيلو جرام، مش دي بالكيلو جرام ودي بالايه؟ يبقى كيلو جرام اس 2. اللي موجود معانا هتبقى الاجابه ب. اصعبها لك، تعال بقى افرض الراجل حب يصعبها. ادي متر اس 2 وادي كيلو جرام اس 2. اله يا رب اللي يلعب معايا مين ده؟ اللي هو عباره عن كتله في عجله. يا عيني على اللي شايف اللي انا شايفه. الكيلو جرام الحلو ده هيروح مع التربيع الحلو ده. زعلان مني في حاجه؟ طب حد شاطر يقول لي اتفضل ايه في البسط؟ متر اس 1 في متر اس 2 يبقى متر اس 3، تحتها ثانيه اس 2 يتفضل ها كيلو جرام. صلي على النبي. اجابه السؤال هتبقى ب. السؤال رقم 3 اللي فاضل معانا في الصفحه هيبقى الف اللي هي جي بتساوي جي. صلى على سيدنا النبي. ان شاء الله بامر المولى عز وجل المره اللي جايه هنخلص الاقمار الصناعيه.